بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 146. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. تقدم معنا في الحلقة الماضية قول الشيخ رحمه الله: فالتاركون أيضا للسنن مذمومون، فإن منها ما يكون واجبا على الإطلاق وذكره، ومنها ما يكون واجبا على التقييد وذكره، قال: ومنها ما يكره المداومة على تركه كراهة شديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أما الفرائض فلا بد من أدائها، نعم، وأما النوافل فمنها ما هو مؤكد ومنها ما هو غير مؤكد فعله، ومنها ما هو مقيد ومنها ما هو مطلق. فالنوافل تختلف في ترتيبها وفي أكديتها، ولكن على المسلم أن يكثر منها، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث. وهو بحاجة إلى النوافل، لأن النوافل تزيد في أجره، وأيضا النوافل كمل منها النقص في الفرائض يوم القيامة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع محافظته على فرائض الله كان يكثر من النوافل صلى الله عليه وسلم، وهو أتم الناس للفرائض، أو هو أشد الناس إتماما للفرائض عليه الصلاة والسلام، ومع هذا ما كان يترك النوافل، بل كان يداوم عليها، إلا شيئا يتركه لأجل بيان التشريع أنه غير واجب. فالنوافل المؤكدة كالرواتب التي مع الصلوات المفروضة لا ينبغي للمسلم أن يتركها، بل يتأكد عليه فعلها، إلا إذا كان يقصر الصلاة فإنه يتركها، إلا راتبة الفجر التي قبلها، وكذلك الوتر فهو من النوافل المؤكدة، وعند الإمام أبي حنيفة أنه واجب، والجمهور على أنه سنة مؤكدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه في السفر والحضر. كذلك تحية المسجد، وما زاد عن النوافل المؤكدة فإنه زيادة في الأجر وخير للإنسان، فيأتي منه ما تيسر. والعمل الذي يداوم عليه صاحبه وإن كان قليلا أحسن من العمل الذي لا يداوم عليه وإن كان كثيرا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. لكن إن الإنسان يترك النوافل بناء على أنها نوافل، ويقول: أنا إذا أديت الفرائض يكفي، فهذا يعتبر كسلا وزهدا في الخير. نعوذ بالله. والإنسان بحاجة إلى الخير، وأيضا كما ذكرنا، ما الذي يدريه أنه أدى الفرائض
على الكمال والتمام، فهو بحاجة إلى النوافل ليكمل ما نقص، لتكمل ما نقص من فرائضه. ولهذا لما بلغ عائشة رضي الله عنها أن قوما يقولون لا نبالي إذا أدينا الفرائض أن نترك النوافل، فقالت رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك النوافل، وكان صلى الله عليه وسلم إذا كسل أو مرض صلى قاعدا، يعني في النوافل، ما أنتم إلا من نبيكم وما نبيكم إلا منكم، والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، وكان إذا كسل أو مرض صلاها جالسا. فهذا مما ينبغي، مما يحث المسلم على أن لا يزهد في النوافل، ويقول هذه مستحبة هذه ليست بواجبة، ثم يترك النوافل، فعند ذلك يحصل الخلل في عمله. نعم، كذا نوافل الصلاة أو الصيام أو الصدقة أو الذكر، كل النوافل المشروعة لا يعود الإنسان نفسه على الزهد فيها والكسل عنها. نعم، سلام الله عليكم. قال رحمه الله: ومنها ما يكره المداومة على تركه كراهة شديدة، ومنها ما يكره تركه أو يجب فعله على الأئمة دون غيرهم، وعامتها يجب تعليمها والحض عليها والدعاء إليها. ومن كان قدوة فإنه يتأكد في حقه الحرص على النوافل، لأنه قدوة، الناس يقتدون به، وقد يجب عليه ذلك لئلا يزهد الناس في العمل الصالح. نعم. قال: وكثير من المنكرين لبدع العبادات والعادات تجدهم مقصرين في فعل السنن من ذلك أو الأمر به. هذا كما سبق أن من اشتغل بالبدع اشتغل زهد في ضدها والسنن، لأن الإنسان إذا شغل نفسه بشيء لم يبقى فيها فراغ لغيره، فإذا شغل نفسه بالبدع فإنه يزهد في السنن وترخص عليه السنن وقد يعاقب. فإذا ترك السنن عوقب بالبدع عقوبة له، لأن من ترك الحق ابتلي بالباطل. نعم. قال: وكثير من المنكرين للبدع لبدع العبادات والعادات تجدهم مقصرين في فعل تلك السنن من ذلك أو الأمر به. نعم، بعض الناس ينكر البدع وهذا شيء مطلوب. نعم، لكنه لا يكون حريصا على السنن، فالذي ينبغي له الوصفان: الإنكار البدع والحرص على السنن. على السنن. نعم. ولعل حال كثير منهم يكون أسوأ من حال من يأتي بتلك العبادات المشتملة على نوع من الكراهة، بل الدين هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولعل حال كثير منهم المنكرين للبدع المقصرين في السنن يكون أسوأ من حال من يأتي بتلك العبادات المشتملة على نوع من الكراهة، بل الدين هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا قوام لأحدهما إلا بصاحبه فلا ينهى. نعم، فكثير من الناس ينكرون البدع وهذا شيء مطلوب. نعم، ولكنهم لا ينشطون في السنن، فهم فعلوا شيئا وتركوا شيئا، فإذا نهوا عن البدع فينبغي أن يحرصوا على السنن. وهذا حال كثير من الشباب وطلبة العلم منهم في وقتنا الحاضر، فإنهم ينكرون البدع، وقد أحيانا يحكمون على بعض العبادات أنها بدعة، كصلاة التراويح أو صلاة التراويح أو عدد صلاة التراويح، ثم نجدهم كسلا لا يصلون مع الناس في التراويح ولا التهجد، ولا ما نجدهم يحرصون على السنن، وإنما ديدنهم إنكار البدع، وهذا الشيء مطلوب، لكن ما يكفي هذا. فأنت إذا أنكرت البدعة فعوض عنها السنة بالسنة، وأيضا أنت إذا أنكرت البدع اغرس بدلها سنن، السنن في قلبك وفي قلوب الناس، ولا تجعل الأمر فراغا، الناس سيعملون
إما في الخير وإما في الشر. في الشر، فإما شغلتهم بالسنة وبينتها لهم اشتغلوا بالبدعة. نعم. قال فلا ينهى عن منكر. والشيخ نبه على شيء، قال إن بعضهم قد يكون حاله، هل ينكرون البدع؟ نعم. قد يكون حاله أسوأ ممن يفعل شيئا فيه شيء من المكروه. المكروه، لأن هذا الذي يفعل شيئا من المكروه عنده حرص على العبادة عند ربه في الخير، لكنه قد يخطي. لكن هؤلاء ما يتركون العمل نهائيا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فلا ينهى عن منكر إلا ويأمر بمعروف يغني عنه، كما يأمر بعبادة الله سبحانه وينهى عن عبادة ما سواه. نعم. الله قرن الأمر بالمعروف، قرن الأمر بالمعروف إنكار المنكر بالأمر بالمعروف. نعم. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. عن المنكر، فلا تنهى عن المنكر فقط، تنهى عن البدع فقط وتترك الأمر بالمعروف السنن، فأنت تعمل الأمرين، لا تنكر المنكر وتترك المعروف، ولا تأمر بالمعروف وتترك المنكر. المنكر فلا بد من الجمع بينهما، فمن أنكر البدع فإنه يشتغل بالسنن. نعم. نعم. قال كما يؤمر بعبادة الله سبحانه وينهى عن عبادة ما سواه، إذ رأس الأمر شهادة أن لا إله إلا الله، والنفوس خلقت لتعمل لا لتترك. الله جل وعلا قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لم يقل واعبدوا الله فقط، بل قال ولا تشركوا به شيئا. وهذا مثل يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ما يكفي أنك تنكر الشرك فقط ولكنك لا تعمل التوحيد. نعم. قال والنفوس خلقت لتعمل لا لتترك، وإنما الترك مقصود لغيره. هذا هو السبب، أن الناس سيشتغلون، فإما اشتغلوا بالحق اشتغلوا بالباطل ولا يبقون معطلين. نعم. وإنما الترك مقصود لغيره، فإن لم يشتغل بعمل صالح وإلا لم يترك العمل السيء أو الناقص. نعم، لأنه مجبول على العمل، فإذا لم يشتغل بالحق اشتغل بالباطل. نعم. لكن لما كان من الأعمال السيئة ما يفسد عليها العمل الصالح نهيت عنه، أي النفوس، حفظا للعمل الصالح. نعم. لكن لما كان من الأعمال السيئة، من الأعمال السيئة ما يبطل العمل الصالح. نعم. جمع بين الأمرين، فأمر بالعمل الصالح ونهي عن العمل السيء. عن العمل السيء. نعم. قال فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس، ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قدمته لك أنه يحسن من بعض الناس ما يستقبح من المؤمن المسدد. ولهذا قيل للإمام أحمد عن بعض الأمراء إنه أنفق على مصحف 1000 دينار أو نحو ذلك، فقال دعهم فهذا أفضل ما أنفقوا فيه الذهب، أو كما قال، مع نعم. أن مذهبه أن زخرفة المصاحف مكروهة. نعم. الإنسان كما قيل إذا لم يشتغل بالحق سيشتغل بالباطل. فإذا كان ينهى عن مفسدة سيرتكب مفسدة أعظم منها، فإن ارتكاب أخف الضررين، فإن ارتكاب أخف الضررين قاعدة شرعية لدفع أعلاهما. فإذا كان أحد يزخرف المصحف ويحسنه فلا تنهه عن ذلك، لأنه إذا نهيته عن ذلك ربما يتهاون بالمصحف، ربما يتهاون أو يستهين بالمصحف. ففعله هذا فيه نوع يعني شيء مستحب، فيه نوع مستحب، وهو تعظيم المصحف وتوقيره، وإن كان هو زاد في القدر. نعم. زاد في القدر على ذلك. غرض الشيخ أن يقول إن الذين يعملون المولد قد يثابون على نياتهم فقط ومقاصدهم، لا أنهم يثابون على البدعة وعمل على عمل المولد، إنما يثابون على نياتهم فقط. فقد يكون الذي يعمل المولد وهو قصده بذلك النية الصالحة لكن أخطأ الطريق، أحسن من الذي لم يعمل شيئا ولم ينوي خيرا. أي نعم. قال وقد تأول بعض الأصحاب أنه أنفقها في تجويد الورق والخط، وليس مقصود أحمد هذا، إنما قصده أن هذا العمل فيه مصلحة وفيه أيضا مفسدة كره لأجلها،
فهؤلاء إن لم يفعلوا هذا وإلا اعتاضوا بفساد لا صلاح فيه. نعم، إذا كان الإنسان يشتغل بخير ولو كان عنده خطأ في ذلك العمل، فكونه يعمل خيرا معه شيء من الشر أحسن من الذي لا يعمل خيرا قط. نعم. قال: مثل أن ينفقها في كتاب من كتب الفجور، من كتب الأسمار أو الأشعار أو حكمة فارس والروم. نعم، إذا نهي عن العناية بالمصحف. نعم. إذا نهي عن العناية بالمصحف طباعة وتجليدا وتحسينا وتنميقا فسينصرف إلى كتب الضلال. فإذا كان إذا نهيته عن زخرفة المصحف وجودة الإخراج سينصرف إلى كتب الضلال، فكما سبق أن درء المفسدة أن درء أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما، هذا مأمور به تخفيفا للشر. نعم. نعم. قال: فتفطن لحقيقة الدين وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح الشرعية والمفاسد. نعم. بحيث تعرف ما مراتب المعروف ومراتب المنكر حتى تقدم أهمها عند الازدحام. نعم، أي عمل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكل عمل تأتيه من الأعمال انظر ما فيه من المفاسد والمصالح، فإن كانت منفعته خالصة فأقدم عليه، وإن كانت منفعته راجحة أيضا فأقدم عليه، وإن كانت مفسدته أرجح أو متساوية فاتركه وابتعد عنه. نعم. فإن هذا حقيقة العلم بما جاءت به الرسل. كذلك الأمر بالمعروف إذا كان يترتب عليه زوال المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان يترتب عليه زوال المنكر أو تخفيف المنكر فأقدم عليه، أما إذا كان بالعكس سيترتب عليه منكر أعظم أو مساويا فإنك لا تقدم عليه لأنه يكون ليس فيه فائدة. قال: فإن هذا حقيقة العلم بما جاءت به الرسل، فإن التمييز بين جنس المعروف وجنس المنكر أو جنس الدليل وغير الدليل يتيسر كثيرا. نعم. فأما مراتب المعروف والمنكر ومراتب الدليل بحيث يقدم عند التزاحم أعرف المعروفين وينكر أنكر المنكرين ويرجح أقوى الدليلين فإنه هو خاصة العلماء بهذا الدين. نعم، الترجيح عرفنا أنه لا بد من ملاحظته عند الإقدام على الفعل. نعم. لكن من هو الذي يقدر على الترجيح؟ هم أهل العلم الذين يوازنون بين المصالح والمفاسد، فهم الذين يقدرون هذه المصالح وهذه المفاسد ويأمرون بما ترجحت مصلحته على مفسدته. أما الجاهل فإنه لا يدري، ربما يأخذ الشيء الذي ترجح مفسدته، تترجح مفسدته ويظن أنه قد ترجحت مصلحته لأنه لا يدري، وربما ينخدع ببعض الدعايات أو ببعض المظاهر، فهذا شيء لا يعرفه إلا الراسخون في العلم. وهذه الأمور أمور تحتاج إلى علم وتحتاج إلى بصيرة، ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فينبغي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقدم أعرف المعروفين بالأمر وأنكر المنكرين بالنهي. نعم. نعم. قال: فالمراتب ثلاث، إحداها العمل الصالح المشروع الذي لا كراهة فيه، وهو ما تخلص للمصلحة. نعم. والثانية العمل الصالح من بعض وجوهه أو أكثرها، إما لحسن القصد أو لاشتماله مع ذلك على أنواع من المشروع. والثالثة ما ليس فيه صلاح أصلا، إما لكونه تركا للعمل الصالح مطلقا أو لكونه عملا فاسدا محضا. نعم، التقسيم إلى ثلاثة أنواع: ما كان مصلحة خالصة. نعم. فهذا يفعل، ما كان مفسدة خالصة فهذا يترك، ما كان فيه مصلحة ومفسدة فينظر أيهما أرجح، فما كانت مفسدته أرجح يترك، وما كانت مصلحته أكثر فإنه يفعل. نعم. وإن استوت مصلحته ومفسدته وكذلك يترك. نعم. يعني استوت مصلحته ومفسدته لأنه لا فائدة فيه حينئذ. سمعنا. نعم.
قال رحمه الله: فأما الأولى فهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي العمل المرتبة الأولى العمل الصالح المشروع الذي لا كراهة فيه. قال: هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، باطنها وظاهرها قولها وعملها في الأمور العلمية والعملية مطلقا. نعم، الأول يعني المثال الصالح المشروع الذي لا كراهة فيه، الأول الذي مصلحة محضة محضة خالصة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا شك أنها مصلحة خالصة. نعم، فهذا هو الذي يجب تعلمه وتعليمه والأمر به وفعله على حسب مقتضى الشريعة من إيجاب واستحباب. والغالب على هذا الضرب هو أعمال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان. نعم، متى نعرف أن هذا هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم، فنأخذ بها بأمرين: بثبوتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث السند والنقل، أو بعمل السلف الصالح. السلف الصالح فإنهم أعرف بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة. نعم. وأما المرتبة الثانية، أي ما فيه صالح من بعض وجوهه أو أكثرها، فهي كثيرة جدا في طرق المتأخرين من المنتسبين إلى علم أو عبادة ومن العامة أيضا. وهؤلاء خير ممن لا يعمل عملا صالحا مشروعا ولا غير مشروع، أو من يكون عمله من جنس المحرم كالكفر والكذب والخيانة والجهل، ويندرج في هذا أنواع كثيرة. نعم، هو من عمل شيئا من الخير أحسن ممن لا يعمل شيئا قط بلا شك. فكما سبق أنه الإنسان سيعمل ولا يبقى معطلا، فإما أن يشتغل بالخير وإما أن يشتغل بالشر. فالذي يعمل الخير ولكن يخطئ من بعض الوجوه أحسن من الذي لا يعمل مطلقا، لا يعمل شيئا من الخير مطلقا. نعم. قال: فمن تعبد ببعض هذه العبادات المشتملة على نوع من الكراهة كالوصال في الصيام وترك جنس الشهوات ونحو ذلك، أو قصد إحياء ليال لا خصوص لها كأول ليلة من رجب ونحو ذلك، قد يكون حاله خيرا من حال البطال الذي ليس فيه حرص على عبادة الله وطاعته. نعم، هذا تقرير للقاعدة أن من يعمل العمل الصالح وإن كان عنده شيء من الخطأ أحسن من الإنسان الذي لا يعمل صالحا يزهد في السنن والنوافل. فالذي يعمل السنن والنوافل يحرص عليها وإن كان قد يخطي في بعضها، أو يصوم مثلا الأيام التي لا يكره صيامها، أو يقوم الليالي التي لم يثبت فيها دليل فنقول إنها بدعة، أحسن حالا من الذي لا يقوم الليل ولا يتصدق بالصدقات ولا يعمل الأعمال يبقى معطلا. فهذا عنده خطأ، لكن ذاك أعظم خطأ منه وهو تعطيل السنن العمل، تعطيل العمل. نعم. قال: بل كثير من هؤلاء الذين ينكرون هذه الأشياء زاهدون في جنس عبادة الله من العلم النافع والعمل الصالح، أو في أحدهما، لا يحبونها ولا يرغبون فيها. أنا قلت قبل قليل إن بعض الشباب المتدينين أو المتعالمين أو الذين عندهم شيء من محبة الخير إنما همهم الإنكار وتخطئة الناس فقط وتتبع الأخطاء، أما هم في أنفسهم فلا يعملون، ما نراهم يعملون ولا يسبقون إلى الطاعات وإلى الخيرات، وهذا شيء يلامون عليه في الحقيقة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لا يحبونها ولا يرغبون فيها، لكن لا يمكنهم ذلك في المشروع، فيصرفون قوتهم إلى هذه الأشياء، فهم بأحوالهم منكرون للمشروع وغير المشروع، وبأقوالهم لا يمكنهم إلا إنكار هذا المشروع. نعم، كما سبق أنه لا ينبغي للإنسان أنه يعطل العمل وينكر على من يعمل ولو عنده شيء من المخالفة، ما دام أن أكثر عمله مشروع وأنه يريد الخير، فقد يغتفر له ما يقع منه من الخطأ، لكن مع البيان له والمناصحة له. لكنه على كل حال هو أحسن توجها
من الذي لا رغبة له في الخير، وإنما همه انتقاد الناس وتخطئة الناس، وهو معطل عن العمل وكسلان. نعم. قال: ومع هذا فالمؤمن يعرف المعروف وينكر المنكر، ولا يمنعه من ذلك موافقة بعض المنافقين له ظاهرا في الأمر بذلك المعروف والنهي عن ذلك المنكر، ولا مخالفة بعض علماء المؤمنين، فهذه الأمور أمثاله مما ينبغي معرفتها والعمل بها. نعم، أنت إذا عملت الخير ولو كان وافقك فيه أحد من أهل الشر، فكونه يعمل معك أحسن من كونه لا يعمل. ولو كان أنت لك الظاهر فقط، وأما البواطن فهي إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان المنافقون يعملون مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة ولا يمنعونهم من العمل، إنما ينكرون عليهم النفاق، ينكرون عليهم النفاق والكلام الذي يصدر منهم أحيانا ينكرونه عليهم. أما أنهم يمنعونهم من العمل ويقولون أنتم منافقون وأنتم ليس لكم عمل، فهذا ليس من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وعثمان رضي الله عنه لما قالوا له في الحصار وهو محصر إن فلانا يصلي بالناس من أهل الفتنة، فهل نصلي خلفه وهو إمام فتنة وأنت إمام عدل؟ قال رضي الله عنه: يا ابن أخي، إذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فتجنب إساءتهم. نعم. قال: ولا لا يمنع من ذلك موافقة بعض المنافقين ولا مخالفة بعض علماء المؤمنين. نعم، كما ذكرنا. نعم. النوع الثالث ندعه إن شاء الله الحلقة القادمة لنهاية هذا الوقت. أيها الإخوة المستمعون، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم مع شيخنا الكريم الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع وجعله حجة لنا لا علينا. هذه في الختام تحية مهندس الصوت أخي عبد الله السلولي. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.